احنا دابا ماشيين للفورم تاع بلغراد باش ماشيين كنسية وماشيين حوشو بعد يوم كنا خلطو نمشيو لدانيو كريم فد ما خلانيش كامل الشوبينغ نتاعي حاصلو فدوني في الاخر عملت قوره باش الاخر تغشش علينا تغشش ست قال انا برا وكملوا حوسوا وانا هاني قاعد وحدي كنت نروح انا ما كنتش نروح انا بيان سور بيان سور راضي وبالبيرة فوالا ولي يضحك بس هذه فيديو اوفيسيال علاش باش نحط هذيك بعض نقص بعض هاي حط رجع فيها ميتين شهر c'est pas la saison des soldes, mais on peut encourager les gens à acheter donc un peu des soldes locaux. Femme a les marques Col, femme a des marques de luxe, femme a des marques qui m'a H&M, ou elle a Zara, ou elle a, c'est-à-dire. Globalement, pour un budget, une tâche où elle vient shopping, qu'est-ce que ça va ou la galère par rapport à la France ou la Turquie? Par rapport à la France, H&M, je trouve que c'est beaucoup moins cher que France. Réellement. Globalement, je n'ai pas parlé de marques. Pas de marques. Globalement, les marques locaux, c'est beaucoup plus intéressant. La qualité est maujouda et les prix sont à la portée. Quand tu vas faire un shopping, Ouais, je vois que j'ai. Bon, shopping, par rapport à. Par contre, à Fine, elle est chère. Par rapport au dinar. Par rapport au dinar, tout aussi. C'est la même chose que Anna Ahmed. خاطر هوني نحسوها رخيصه كي من الاورو الدينار السربي الدينار السربي رخيصه سي بون اما من الاورو للدينار نتاعنا احنا كوتي شوا كوتي شوا موجود فما برشا يصير حاجات حلوه ونهج واحد في كل شيء نهج واحد طويل وفي كل شيء خاطر معايا المقاس تاع الشوبينغ في بلغراد السربي ليه اما ما زلت راني ما كملتش الشريط من بعد كان بعد ما خلصنيش غدوه فما شويه علاش روح مش صبريتي ونروح الكوارك المسيبال نتاعهم اللي قريب من الفور القلعه القديمه نتاعهم اسمها قلعه الاتراك اللي هي حاطه عند الجزر الرومانيه قبل تخوك على الاخر كبيرة على الاخر الكيك هكتار فرقة في الجيست البياع زون ثم هي عبد الحوس ثم غادي نوكري في الصفار ثم هي عماسة بارتو ثم هي الجيفت راح نطوف في البارك نتاع القلعة نتاعها القلعة هذه قلعة قديمة اسمها قلعة الأتراك اللي عندها في الأردن الرومانية
غاديك لونتري برينسيبال تاع البارك، هنا البارك مازال تواصل قدام، فما برشا بياع، فما برشا تجوك تزور هناك، و تروكي على الاخر، على الاخر البارك، تلقى سكريزي، تطلع على الدنيا، كل الجار يعمل كيف. عرفت شنو ندم في بالكم ولا اللي حديقة تاع الباساج وقع قاعدة طويلة، تاها كومبليتمون، برشا فيها بياع وكل شيء، فيها بيجاع. دونك دخل توا هذي تحط الباساج بعد ما نظفها كل شيء ولا حاجة تعمل كيف ياخد عليا توا توت سويت جا نخلو كعبة كعبة لاف كعبة اسمها هي كعبة يلو الشعب يسمع قبل ما يتكلم، الشعب متحضر والشعب يسمع قبل ما يتكلم. تمشي في بلاصة في بلغراد منطقة فيها سفيات في كل تركينة نتاع بطل تاريخي ولا كاتب ولا عالم اللي بدل حاجة في البلاد مشات قدوة يكون مبخر للعباد الآخرين. هذه حاجة باهية برشا على الأخر، على الأخر تلقى العباد اللي راهو طبعا عباد قبلهم حاولوا وعملوا ووصلوا واللي هما يزيهم يوصلوا الدرب للدول الآخرين. حاجة باهية على الأخر بدنا نتعلموها في المحكر ولا نعرفش اسمه باش نشتقها. كنت بينا كان نذكر العباد اللي جاو قبلنا حاجة باهية. الشعب ما عندوش تاريخ ما عندوش مستقبل، وهذا التاريخ نتاعنا أقوى برشا من برشا الشعوب، لكن احنا مانيش قاعدين نحطو في الإطار اللازم.